القصيدة الأولى بعنوان زهرة. يمر الصباح على مقلتي فتبحث عن موقع للنظر. يمر الصباح على مقلتي فتبحث عن موقع للنظر. هي الأرض واسعة رحبة ولكنها ضيقتها البشر. هي الأرض واسعة رحبة ولكنها ضيقتها البشر. ولو أنهم أمعنوا في الرؤى لشوهد في كل شيء قمر. ويفتح عيني نور الصباح فتبدو أمامي مئات الصور، فأبدو كعاشق زهر بروض على قلبه للربيع وتر. فأبدو كعاشق زهر بروض على قلبه للربيع وتر. يحار في هذه الزهور فماذا سيقطف من باسمات الزهر. يحار بهذه الزهور، يحار بهذه الورود فماذا سيقطف من باسمات الزهر. فتلك تداعبها نسمة وتلك بألوانها تفتخر، وتلك توشوش أترابها، وتلك بأوراقها تستتر، وتلك مرصعة بالندى وقد أترعت من صنوف الدرر. فأثقلت الرأس تسنده إلى ورقات الحسان الخضر، وقد عزفت نسمات الصبا لهن فملن لها بالخصر. فتلك تداعبها نسمة وتلك بألوانها تفتخر، وتلك توشوش أترابها، وتلك بأوراقها تستتر، وتلك مرصعة بالندى وقد أترعت من صنوف الدرر. فأثقلت الرأس تسنده إلى ورقات حسان الخضر، وقد عزفت نسمات الصبا لهن فملن لها بالخصر. وجولت طرفي، وجولت طرفي كأن الجمال هنا كله في الربيع حضر. وجولت طرفي كأن الجمال هنا كله في الربيع حضر. فشاهدت مفردة في الجمال، فشاهدت مفردة في الجمال وقد ألجأت نفسها للجدر. يمر النسيم بها فتميل إليها لتخفي ما قد ظهر. فشاهدت مفردة في الجمال وقد ألجأت نفسها للجدر. يمر النسيم بها فتميل إليها لتخفي ما قد ظهر. كأن النسائم قد لاحقتها فولت وملأ خطاها الحذر. كأن الورود إذا التفتت إليها، كأن الورود إذا التفتت إليها مع الريح داه الخطر. وقد رجفت كل أوراقها ففاضت جمالا وقلب انبهر. وقد رجفت كل أوراقها ففاضت جمالا وقلب انبهر. وأيقنت أن بها ما أريد وأن بها للفؤاد الوطر. فأرسلت كفي إليها برفق وإذ للحياة بها مختصر. القصيدة الثانية من أدبيات الثورة. تختفي الشمس بأفق من بهات، تختفي الشمس بأفق من بهات، ليس من مختلف إلا الجهاد. تختفي الشمس بأفق من بهات، ليس من مختلف إلا الجهاد. وزمان زاد في سرعته، وزمان زاد في سرعته، في طواياه ليالي الترهات. فإذا كررت ما أنشدته من قصيدي فهو تلخيص الحياة. تختفي الشمس بأفق من بهات، ليس من مختلف إلا الجهات. وزمان زاد في سرعته، في طواياه ليالي الترهات. فإذا كررت ما أنشدته من قصيدي فهو تلخيص الحياة. فصلت في عصرنا أسماؤه، فصلت في عصرنا أسماؤه وبنوه في حشايا الأمهات. فجزى الآباء عنا ربنا فهو رب سامع للدعوات. فصلت في عصرنا أسماؤه
وبنوه في حشايا الأمهات. فجز الآباء عنا ربنا فهو رب سامع للدعوات. صنفوا أزياءنا أطباقنا نوعوها للبنين والبنات، وضعوا طرقا لكي نمشي بها، وضعوا طرقا لكي نمشي بها، ولكي نمشي بها صاغوا عظات. فكروا في كل ما نحتاجه، فكروا في كل ما نحتاجه من قضايا وحلول المعضلات، فكروا في كل ما نحتاجه من قضايا وحلول المعضلات. لحنوا كل أغانيهم لنا، لحنوا كل أغانيهم لنا، لون الأشياء حسب المعطيات. صنفوا ما استحسنوا واستقبحوا حسب ما قد صنفت أرقى الفئات. صنفوا ما استحسنوا واستقبحوا حسب ما قد صنفت أرقى الفئات. كل ما قد نشتهيه في غد أوجدوا، كل ما قد نشتهيه في غد أوجدوا، حتى الخنا والمومسات. كل ما قد نشتهيه في غد أوجدوا حتى الخنا والمومسات. وصناديق لكي نحيا بها نقشوها وقبورا للرفات، وصناديق لكي نحيا بها نقشوها وقبورا للرفات. ومضوا ومضوا والحال منهم قائل أبشروا أمنتم حتى الممات. وفتحنا أعينا من غيبها فوجدناها، ولكن مشكلات. وفتحنا أعينا من غيبها فوجدناها ولكن مشكلات. ليتهم قد صنفوا أخطاءهم فهي ما نحتاج قبل الجائحات. ليتهم قد صنفوا أخطاءهم فهي ما نحتاج قبل الجائحات. ليتهم قد قيموا أفعالهم، ليتهم حثوا على هجر الهنات. أنسبوا الذنب إلى صناعه، لست من يرمي السوى بالسيئات، لست من يرمي السوى بالسيئات. أنسب الذنب إلى صناعه، لست من يرمي السوى بالسيئات. بقيت من بعدهم أفعالهم، بقيت أفعالهم من بعدهم. ذاك ماض قتل الدنيا ومات، ذاك ماض قتل الدنيا ومات. قد مضى قرن وما لخصه غفلة. قانونها أخذ وهات. قد مضى قرن وما لخصه غفلة. قانونها أخذ وهات. ها هي الأرض التي كانوا بها، ها هي الأرض التي كانوا بها تشتكي الأنقاض فيها للبنات، تشتكي الأنقاض فيها للبنات. فهي الهم الذي يثقلنا قبل أن نبحث وضع اللبنات. هي الأرض التي كانوا بها تشتكي الأنقاض فيها للبنات. فهي الهم الذي يثقلنا قبل أن نبحث وضع اللبنات. فاعذري هند انشغالي إنني أسكب الماء على الأرض الموات. فاعذري هند انشغالي إنني أسكب الماء على الأرض الموات. علني أصلح أرضي للبناء أو أشق التربة فيها للنبات. علني أصلح أرضي للبناء أو أشق التربة فيها للنبات. فاصبر النفس معي وانشغلي فالبقاء للباقيات الصالحات. غرب الماضي وغابت شمسه ولعل الفجر فجر البسمات. واترك الماضي معي فيما عفا واشددي أزري فما قد فات مات. يعني ربما في سياق منفصل أو سياق متصل، هذه القصائد كتبناها في بداية الفصل. لا متصل. خلص النهاية التي لها الوقوف عند أقرب ما كلمة عندك مذكور، عند أقرب مذكور. هذه القصائد كتبتها قبل الثورة، لكن الحقيقة النفسية الثورية كانت ملازمة لي منذ كنت في السنة الثانية في الجامعة يعني. فحتى كتبت قصة أذكر في أيامها، قصة مهملة في الكتاب، كانت فيها الشخصية الرئيسية لشخص اسمه ثائر.
لكن الثائر يبقى إنسانا في نظر إنسان آخر يعني، بمعنى أنني لست متفاجئا في الأيام التي نعيشها، لم يحدث لي تطوير كذا، بالعكس يعني. يعني شوي تعمق أدبي الثورة. سوف أشرح لك لماذا لست إنسانا غائصا في الثورة. سوف أبدأ أتكلم عن فلان انتصر وفلان الطاغية انغلب. هو من أدبيات الثورة إن شاء الله. القصائد كلها تدور حول أدبيات الثورة، ولكن يبقى الأدب هو الأساس. ربما يطلع في الرمل الربيع، أو يفور الدفء من تحت السقيع. لا تدع قلبك عصفا يابسا، قد يموت القلب في حبس الضلوع. أوقد القلب، فما زلنا على أول الدرب. وإياك الرجوع. وابتسم، كي تحرق الهم كما تحرق الشعلة أجسام الشموع. وهكذا يبتسم. ليس يبكي عاقل من حلوها، فلماذا مرها يهمي الدموع؟ لأن هذه قصيدة كتبتها عندما كنت جريحا من إحدى المعارك. طلب مني أن أقوم بإحدى المهمات غير الحربية يعني. خلال فترة نقاهتي فذهبت، توجهت إلى تلك المهمة وضاق صدري، اشتقت إلى أرض المعارك، فكتبت هذه القصيدة. ما بال طرفك محتارا تقلبه في الأفق، لا النجم يرضيه ولا القمر، كأن فيه ملاما للنجوم، وما من ذنبها في سماها أنها زهور. ما بال طرفك محتارا تقلبه في الأفق، لا النجم يرضيه ولا القمر، كأن فيه ملاما للنجوم، وما من ذنبها في سماها أنها زهور. أم بين جفنيك رقبة كلها قلق، في لامع غاب ترجوه وتنتظر. حزن عميق بقلب مترف، بطرف متعب رهق، يا ليت للحزن يوما فيه ينحسر. كأنه يوم غابت هند، فانبعثت أنات حزن وهام القلب والبصر. يوم الفراق الذي لم ينسك العمر، عودت قلبي كيف القلب يصطبر، وعدت تنسج من أيامه عبرا، وليس تخلص في أيامنا العبر. حتى غدا القلب نصف قد من حجر، ونصفه من دواهي دهره عبر. إن الفؤاد الذي ذكرى تؤرقه هو الفؤاد الذي يوم الوغى حجر. فلا غرور بأني قد قعدت، وما يغوي القعود سوى من دأبه الخور. أو قاصر أو عجوز غاب شارقه، أو ذات ستر عليها يفرض الخفر. فلا غرور بأني قد قعدت، وما يغوي القعود سوى من دأبه الخور، أو قاصر أو عجوز غاب شارقه، أو ذات ستر عليها يفرض الخفر. والله قدر أعذارا،
والله قدر أعذارا فإن وجدت والعذر في الخلق والعذر في الخلق معروف ومنحصر. والله قدر أعذارا فإن وجدت والعذر في الخلق معروف ومنحصر. لولا الإصابة لم أقعد، لولا الإصابة لم أقعد، وطاعة من إذا أشار بشيء كان ما أمر. لولا الإصابة لم أقعد، وطاعة من إذا أشار بشيء كان ما أمر. لا حب دنيا، لا حب دنيا ولا لهو له بفتى نساج أمجاد ماضي عمره وطن. لا حب دنيا ولا لهو له بفتى نساج أمجاد ماضي عمره وطر. فلا وربك لم أقعد لو أنهم نسوا مكاني وإمكاني وقد ذكروا. فلا وربك لم أقعد لو أنهم نسوا مكاني وإمكاني وقد ذكروا. ما في البيوت مقام للرجال، ما في البيوت مكان للرجال وقد قام الميامين لما استنفروا نفروا. ما في البيوت مكان للرجال وقد قام الميامين لما استنفروا نفروا. والمجد يكمن في برق السيوف كما مجد الشريفات ما قد أخفت الحجر. والمجد يكمن في برق السيوف كما مجد الشريفات ما قد أخفت الحجر. فقل لمن في الوغى إن الردى قدر، فقل لمن في الوغى إن الردى قدر، وقل لمن قعدوا لن يغني الحذر. القبر يفتح من بدء الحياة، اسأل الشيخ. القبر يفتح من بدء الحياة، إذا ما الروح دبت بمن في الرحم يستقر. القبر يفتح من بدء الحياة، إذا ما الروح دبت بمن في الرحم يستقر. فلا تقدم أخرى قبل موعدها، ولا تزاد على أيامها البشر. يا باحث المجد، يا باحث المجد نار تحتها حطب وتحته الجمر، فيه النار تستعير. يا طالب المجد نار تحتها حطب وتحته الجمر، فيه النار تستعير. وفوقك ذاك جميعا معدن ذهب، المجد هذا إذا ما التبر ينصهر، إذا ما التبر ينصهر. يا طالب المجد نار تحتها حطب وتحته الجمر، فيه النار تستعر. وفوق ذاك جميعا معدن ذهب، التبر هذا، المجد هذا إذا ما التبر ينصهر. فلا ملام على طرفي فإن له من كل قلب حكيم عاذر عذر. فلا ملام على طرفي فإن له من كل عقل حكيم عالم عذر. يا ليت في الأفق مكتوبا متى غدنا، ذاك الذي ليس يتلو شرقه سحر. يا ليت في الأفق مكتوبا متى غدنا، ذاك الذي ليس يتلو شرقه سحر. إذا لأرسلت طرفي لست أنزله، إذا لأرسلت طرفي لست أنزله، أراقب الأجل الباقي وأفتكر. أخ من الدعاة في الولايات المتحدة الأمريكية في الخمسينات اسمه مالك شباز، معروف باسم مالكوم إكس، عمل عنه فيلم وأخذ الأوسكار. مالكوم إكس، الأخ مالك شباز، تبعت هذا الرجل وأحببته وعشقته من كل قلبي. إن العصر ذاك كان عصر رجال، والرجل قتل وهو واقف وسقط عليه النار، كان وراء المنبر. فكتبت به أبيات قليلة. بعض الرجال تموت واقفة، بعض الرجال تموت واقفة، والبعض يقبض وهو نومان. بعض الرجال تموت واقفة، والبعض يقبض وهو نومان. فالقائمون يقوم ذكرهم إن لفت الأجساد أكفان، فالقائمون يقوم ذكرهم إن لفت الأجساد أكفان. ولكن بصرت بجيفة تمشي، ولها بعين الناس أوزان،
ولكن بصرت بجيفة تمشي ولها بعين الناس أوزان تمضي تمضي ويبقى القائمون كما تقف الجبال وتيبس البان تمضي ويبقى القائمون كما تقف الجبال وتيبس البان فالقائمون بقوا وما رحلوا والخاملون فنوا وما كانوا. الآن القصيدة التي تتكلم عن ما ذكرته لكم من أن على كل صاحب نظرية الآن أن يدخل في السوق اصنع بها قيمة، تمام؟ مرت في العصر العباسي المعتزلي له قيمة، قيمة معينة، لا أقول له قيمة بمعنى أنه شيء كبير، لكن له قيمة، له جمهوره، له إذا وجد فلان الجاحظ، تمام؟ له أتباعه، إذا وجد الزمخشري أو ألفات من الناس تتبعه، حتى الخارجي، المجاهد، العالم، الغني، الملك، الأمير، الأديب، كل واحد له قيمة في هذا المجتمع، كان مجتمعا غنيا. الآن السوق مفتوح للكل، اعمل قيمة، تمام؟ غير قيمة المال، غير قيمة غني مترف له قيمة، ليس غنيا، فقير ليس له قيمة. نرده طيب شخصا ثالثا، عالم دين له قيمة. طبعا قبل كان عالم الدين له قيمة ولكن ليست متعلقة بالدين، متعلقة بالهوى، كانت له قيمة ولكن متعلقة بالهوى، ليست متعلقة من الراغبين، طبعا من الأتباع، تمام؟ يعني أنا عندما كنا نجلس مع الناس هكذا بهيئة الشيخ، عمامة وجبة وكذا، طبعا الشيطان يأتي ويجلس أمامك ويتحدث بقول الله قال رسوله، نفاق اجتماعي، نفاق اجتماعي عندما يراك الإنسان بالجلابية وبالطاقية والجبة، تمام؟ يتحول إلى ما شاء الله شيخ ثاني، يجلس أمامك هكذا ويبدأ قال رسول الله، ألم يقل رسول الله كذا؟ تقول أو الله صحيح، يكون هو آكلا للربا ومرتشي ولا أدري، عنده صاحبات وماذا، ربما يسكر ويتحدث عن أيام العسكرية، ماذا كان يفعل هو وسيده، تمام؟ فإذا الآن نريد أن نفعل قيمة ذات للأشياء التي كنا نفقدها أيام ما قبل الثورة. الآن كان هناك طاغية يمنع وجود ما غير ما سوى المال، تمام؟ الآن لم يعد هناك طاغية، طيب ها أرونا ما عندكم، يعني هناك شيء موجود لكن ضعيف بصراحة، تمام؟ يحتاج إلى عمل الإنسان الذي له يبحث عن شيء له هدف غير المال، تمام؟ في هذا العصر المحموم هذا إنسان مقدس. نحاول أن نعمل أدبيات خاصة بأيامنا هذه، ننطلق الآن. قاطع سكوتك يا قلم، قاطع سكوتك يا قلم، واهتز من سكن وقم، قاطع سكوتك يا قلم واهتز من سكن وقم، ذهبت عصور الصمت ودعها، تقطعت اللجم، القيد كسر والسجون تفتحت، فزد النغم، هذا سلاحك في يديك، فخذ سلاحك وانتقم. قاطع سكوتك يا قلم واهتز من سكن وقم، ذهبت عصور الصمت، ذهبت عصور الصمت ودعها، تقطعت اللجم، القيد كسر والسجون تفتحت، فزد النغم، هذا سلاحك في يديك، فخذ سلاحك وانتقم. كالخيل صل لا تستكن، قل لا وشارك، قل نعم. كم طال ذاك الليل حتى قيل قد عشق الظلام، كم طال ذاك الليل حتى قيل قد عشق الظلام، كم أسلموك إلى الفراغ وكان ليلك للحلم، كم أخفيت منك الدموع الجاريات، وكم أزل الستار عن الحقيقة، أزل الستار عن الحقيقة، ها قد انزاح العتم، من كان يتهم البرايا تحت سيفك متهم،
من كان يتهم البرايا تحت سيفك متهم، فاحكم به واعدل فقد ظلم الحقيقة إذ حكم. من كان يتهم البرايا تحت سيفك متهم، فاحكم به واعدل فقد ظلم الحقيقة إذ حكم. إياك ترجع مرة أخرى فيحكم من ظلم، إياك ترجع مرة أخرى فيحكم من ظلم. لا تستكن فنساق من أدبارنا مثل النعم، لا تستكن فنساق من أدبارنا مثل النعم. فلقد سئمنا منطق الذئب وقطعان الغنم، ولقد سئمنا. يا فطفو، فلقد سئمنا منطق الذئب وقطعان الغنم، ولقد سئمنا منطق الدرهم يفصل في القيام. نهشت خواصرنا الكلاب غداة انتفلت نام. نهشت خواصرنا الكلاب غداة انتفلت نام. امدح وذم، انقد تساءل وابتسم واحزن ولم، نبه وحذر والتفت والفت وفهم وافتهم، وارسم وخطط ثم شاور ثم قرر واعتزم وافرض قرارك. امدح وذم، انقد تساءل وافتهم وافهم وابتسم واحزن ولم، نبه وحذر والتفت والفت وفهم وافتهم، وارسم وخطط ثم شاور ثم قرر واعتزم وافرض قرارك. افرض قرارك في شوارع أرضنا أنت المهم. كم جال في هذه الشوارع مثل ما يهوى القزم، كم جال في هذه الشوارع مثل ما يهوى القزم، يغشى الطريق معرضا متفردا مثل العلم، مثل الغراب، مثل الغراب ولا صقور يطير من فوق الرمم. كم جال في هذه الشوارع مثل ما يهوى القزم، يغشى الطريق معرضا متفردا مثل العلم، مثل الغراب ولا صقور يطير من فوق الرمم. قد جاهدوا كي ينهكوك، قد جاهدوا كي ينهكوك فيفرغوك وتنعدم، وتآمروا أن يسحروك لكي تضيع وتنفصم. قد جاهدوا كي ينهكوك فيفرغوك وتنعدم، وتآمروا كي يسحروك لكي تضيع وتنفصم. ساقوا عزائمهم وما لهم ونادوا من لهم، حشدوا إليك جميع أشكال الركام ومن ركم. كم جاهدوا، قد جاهدوا كي ينهكوك فيفرغوك وتنعدم، وتآمروا أن يسحروك لكي تضيع وتنفصم. ساقوا عزائمهم وما لهم ونادوا من لهم، حشدوا إليك جميع أشكال الركام ومن ركب، لكنهم علموا بأنك لن تضيع وتنفصم. فالله قدر في الكتاب من فالله قد سطر في الزبور من الكتاب وفي الكتاب من القدم، الأرض إرث عباده تبقى وللباغي الندم. دون الرجوع إلى الوراء المر أرواح ودم، دون الرجوع إلى الوراء المر أرواح ودم، دون الرجوع إلى الوراء المر أرواح ودم. وقضية المستقبل المأمول أمر منحسم، والحاضر الدامي وصبر قلوبنا قدر حتم وغدا نعود. دون الرجوع إلى الوراء المر أرواح ودم، وقضية المستقبل المأمول أمر منحسم، والحاضر الدامي وصبر قلوبنا قدر حتم وغدا نعود. كما حكى التاريخ تيجان الأمم، وغدا نعود كما حكى التاريخ تيجان الأمم. فالعالم السفلي ضل ونحن من يهدي القدم، والله خطط الدرب كي نمشي وعلم، وعلم بالقدم. بطاقة أمل، هاتان البطاقتان
كتبتهما قبل أن أسافر خارج سوريا. كتبتهما إلى أحد الأصدقاء من طلاب اللغة العربية. في البطاقة الأولى قلت له: لقد رفع النهار فقم إليه، فإن الناس قد فقدوا النهار. لقد رفع النهار فقم إليه، فإن الناس قد فقدوا النهار، لقد حاروا بما قد حاولوه، وأنت الآن من يهدي الحياة.